<applause> انا بشكركم اني معاكم للسنه الثانيه ومبسوطه جدا انا بحب البرنامج قوي بصي انا جالي مكالمه من المخرج منفذ استاذ حسام سليمان وقال لي ان استاذ محمد ياسين مرشحني لمسلسل المشوار فلسه هيحكي لي الدور يعني فقلت له لا لا مش عايزه اعرف اي تفاصيل تفاية. انا اه الاستاذ محمد ياسين انا مش هفكر في دوره وفي تفاصيل انا عارفه انه بدل يختارني يعني مختارني في حاجه مهمه آه فبالنسبه لي الدور سميره ما كانتش مساحه كبيره لكن هي شخصيه صعبه جدا واستاذ محمد ياسين اول ما قابلني قال لي انا مختارك لدور شكله عادي بس هو محتاج ممثله مش عاديه لانه مشاهد مكثفه جدا وفيها مشاعر متناقضه فهي ما كانتش سهله ابدا يعني بس بالنسبه لي عملت لي ردود افعال فرحتني هتكلم معاك عن يعني ردود الافعال لكن خلينا نقول استاذ محمد ياسين اختارك مثلا من تالقك في الاختيار انا مش عارفه اختارني ليه بس انا استاذ محمد ياسين شافني في اكتر من حاجه وشافني في مسرحيه سينما مصر اخراج استاذ خالد جلال في مركز الابداع آه وشاف في الاختيار انا آه مش عارفه شاف يعني مش عارفه اختارني منين تحديدا بس هو شافني في سينما مصر في سينما مصر بعمل شخصيات كتير مم. كوميدي وتراجيدي سناء جميل كاريوكا مريم منيب فمش عارفه انا ليه كنت بس كان ادائك في الاختيار كان علامه ده ده اللي أقصده يعني لله. يعني كانت حاجه مميزه جدا لله. ولفتت انتباه الجمهور والسنه دي كمان ادائك سميره في المشوار انا شفت كتيرة جدا على السوشيال ميديا على دورك على فكره الحمد يعني. لله والله انا كنت متخيله بعد الاختيار دور ام ابراهيم ده كنت متخيله مش هيحصل كده تاني مم. بس السنه دي بصراحه انا اتفاجئت يعني المسلسل متشاف كويس جدا مم. والناس مقدره تاريخ الاستاذ محمد ياسين ونجوميه الاستاذ محمد رمضان فانا استفدت كتير من المسلسل ده كمان صعب جدا على اي بنوته كده ان تطلع قدام التلفزيون للملايين بالذات زي ما انت قلتي المسلسل محمد رمضان هو يعني مسلسل بايع نفسه والاسم نفسه بيبيع طبعا والمخرج محمد ياسين طالعه بدور من غير ميك احنا شايفين دلوقتي على الشاشه آه سميره من غير ميك خالص آه بنت بلد كده ويعني ولا فارق معاكي طبعا انت عملتي ده قبل كده لكن للسنه الثانيه وكمان دور واحده شريره فخفتي ولا كان انت حسيتي بايه وانت بتقري السكريبت انا حبيتها جدا آه فكره من غير ميك دي خلاص انا اتعودت <applause> انا انا عملت ام ابراهيم حضرتك بس للسنه الثانيه <applause> <applause> ام احمد داش ايوه طبعا للسنه الثانيه كان يعني في ناس كتير بتعلقلي لي كده يعني بقول لهم انا بجري ورا الدور الحلو والصعب أوه. آه سميره مش شرير خالص مم. سميره عندها ظروف هي فقيره يعني ظروفها الاقتصاديه مش كويسه خالص بتشتغل في مصنع ملح جت دينا الشربيني اخذت مكان اختها مم. فهي عندها صراع على البقاء يعني يا واخد قوتي يا ناوي على موتي او حاجه كده يعني مم. فهي عندها مشاعر متناقضه هي هي غلبانه جدا ومكسوره جدا وده بيبان من 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 لما بيتكلموا عنها ازاي بتعيط وإزاي مكسوره هي كان عندها طار مع دينا الشربيني او مع ورد عشان مم. اختها اختها بتجري على تامة وظروفها صعبه فعشان كده الدور كان صعب لانها تبدو في البدايه شريره وبتفتعل خناقه وبعد كده حلو ان انت كمان فاهمه ابعاد الشخصيه ده مخليكي انت بتمثلي الشخصيه حلو انه الناس اتضايقت منها وتعاطفت معاها في نفس الوقت صحيح. كل الاحاسيس دي وصلت لنا صحيح هي هي بالنسبه لي مش سهله خالص هي مشاهد مكثفه لكنها مش سهله لان هي انسانه وعندها مشاعر متناقضه في كدر واحد ف... فده كان مش هل مش بيكون سهلة. في معايشه غير طيب لفتيات مثلا شغالين في مصنع او كده؟ انا هقول لك بقى كل الناس اللي حوالينا دول هم اصلا فتيات بيشتغلوا في المصنع يعني دول مم. اصلا ناس بيشتغلوا من مصنع ده ده يساعدك كتير على فكره اه مم. طبعا انا كنت شايفاهم ازاي وعشان كده استاذ محمد ياسين كان حريص انه ما نعملش ميك اب وان الناس دي صاحيه من بدري وبيشتغلوا في مصنع ملح يعني تعبانين يعني يعني مجهدين وشغلهم ناس صعب ناس شقيانه طبعا مم. ناس اصيله وشقيانه يعني مم. فالناس اللي حواليا دول كلهم كانوا بيشتغلوا فعلا في المصنع